احنا مش عايزاه ولا انا عايزك. استهدى بالله بس يا وليد. ما انت شايفها استاذ فريد. فريد فريد مين بقى يا حاج وليد؟ ما تصحصح شويه. انا لازم اطلق منه، انا خلاص زهقت ومليت. استهدي بس بالله انت كمان يا مدام رندا. قال لها في ايه بس احكي لي. يرضيك يا استاذ منير. منير ماشي. منير منير يرضيني ايه؟ يرضيك اصحى بالليل الاقيه جاي بالقناه بتاعه الاغاني وعمال يتفرج على هيفاء وهبي، وكمان مش كده ده بيترقص وياها زي الاراجوزات. اخس عليك يا وليد. ليه كده؟ ما هي كمان سايتني وانا في الحمام وكلت الحلاوه بتاعتي. ليه بس كده يا رندا؟ ايوه عشان اغيظه، عشان بيتفرج على هيفاء. ما كل يوم انت بتنامي وتسيبيني. خلاص خلاص انا كده فهمت وعرفت ايه حلكم. انت يا رندا دلوقتي تاخدي بعضك وتروحي تجيبي علبه حلاوه بدل اللي انت كلتيها، وانت يا وليد تطلع تجيب لها بوكيه ورد وتديهولها، وصدقني لما هترجع هتلاقيها احلى من هيفا. مش كده يا رندا؟ كده يا استاذ شريف. شريف اما انا بقى اروح اجيب الحلاوه. ماشي ماشي مع السلامه. استنى هنا يا حاج وليد. يا عم طالما هي بتتضايق من هيفا ما تتفرجش يا عم على هيفا في البيت، ابقى اتفرج عليها في القهوة. ماشي كده يا وليد؟ ماشي يا استاذ لطيف. لطيف ماشي مع السلامة يا عم لطيف. لطيف ما تنساش الورد. ايوه يا رندا. مساء الخير يا استاذ لطيف. اهلا حضرة الظبط. ايه في ايه؟ اسمع بقى اللي انا جاي لك علشانه، عشان ما فيش غيرك هيساعدني فيه. وانا تحت امرك. مع ظروف فلوس انا معايا 18 جنيه، تاخد 9 وانا 9. 9 ايه وفلوس ايه بس يا استاذ فتحي؟ خلاص يا عم خد 15 وانا 3. 15 و3 ايه؟ مش عايز حاجه. خد ال 18 كلهم يا عم. انت تسمع وبس. وصلتني معلومات. من مين؟ انت مالك من مين؟ وصلتني معلومات وما تقوليش من مين. بتقول ان في عربيه نقل كبيره بتتردد على درغام ورجالته في المصنع القديم، والمعلومات دي بتقول ان صاحب العربيه اسمه دهشوري من قريه اسمها العزبه القبليه. ايوه عارفها العزبه القبليه دي، دي في الجنوب من هنا، بس كل اهلها ايه خاطرين جدا بيشيلوا رشاشات. طب احنا عايزين ندخل القريه دي ونوصل. ايه رايك لو ندخل عليهم بحزام ناسف ونفجروا فيهم؟ حزام ايه بس يا فاطين؟ خلاص ندخل عليهم بقى بكام قنبله على كام رشاش على دبابتين، ونمنع عنهم الاكل سنتين ونحاصرهم تاني يوم بقى على طول. فاطين اللي انا عايز اوصل له دهشوري ده، لانه هو اللي هيعرفنا العربيات دي بينقلوا فيها ايه. هو بصراحه بقى اللي يعرف العزبه القبليه كويس جدا عم عزوز، لان كل خلانه من هناك. تمام نروح له. نروح له ليه؟ ما هو موجود هنا مرزوع جنب دانك. قال ايه؟ عايز يتعلم انجليزي يا عم عزوز. تعبت نفسك ليه بس يا ميشو يا ابني؟ ما تقولش كده يا عم توفيق، تعبك راحه. المهم انت بس اطمنا عليك. الحمد لله دوخه كده وراحت الحاله. لا يا جدو، الدكتور قال لازم ترتاح. ايه ده انت رحت للدكتور؟ واحد من زبايني شافني وانا تعبان كده ولقى نور مخضوض عليا اصر يوديني المستشفى. وقالوا لك ايه في المستشفى عم توفيق؟ ما انت عارف بقى الدكاتره وتهويلهم يا ميشو. قال ايه؟ الكاب التعبان عندي قوي ولازم اشعات وتحاليل وكلام من ده، بس انا بيني وبينك ما بحبش المستشفيات. ما كتبوش علاج؟ كتبوا علاج. طب قول له بقى علشان يسمع الكلام ويخف. عم توفيق اسمع كلام نور. يا ابني يا ابني الشافي والمعافي هو الله سبحانه وتعالى. ونعم بالله. طب امسك عم توفيق خلي دول معايا. لا 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 كده ازعل منك يا ميشو. لو تزعل ليه يا عم توفيق؟ انا معايا فلوس كتير. يا ابني ربنا يزيدك بالحلال، بس انا مش محتاج فلوس. انا كل اللي محتاجه انك ما تغيبش عني وتسال عليا على طول. جدو توفيق بيحبك قوي يا ميشو. وانا كمان يا نور بحبه قوي. خلاص تبقى تتصل وتطمن عليه. مش انت معاك موبايل؟ اه معايا موبايل. انا بقى كمان معايا موبايل حقيقي مش لعبه، كان جدو توفيق الدهوني. تبقى تتصل عليه. اوكي 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 ماشي. انا هروح معاك يا حضره صابت نضال. وانا مش اقل منكم وطنيه ورجلي على رجلك. معلش يا عم عزوز انا اسف والله من كتر الحماس، بس معلش ما خدتش بالي. المهم يعني هنعرف نوصل لدهشوري؟ عيب، اعتبر نفسك سعادتك وصلت له. انا حافظ العزبه دي شبر شبر، ولعلم سعادتك انا خلاني ناس كبارات وليهم سطوه في البلد دي. الله نسب يشرف. بس انا مقابل ده ليها طلب صغير عند سعادتك. اطلب يا عم عزوز. عايز ارجع، عايز ارجع الخدمة تاني. وبعدين انا كتبت طلب للوزارة ووقف على امضة سعادتك. ايه ده يا عم عزوز؟ انت مش كنت مستني تطلع المعاش وعمال تقول انا عايز ارتاح يا فطين؟ انا شقيت يا فطين، انا شفت الموت بعناية يا فطين. اولا انا كنت بكذب، انا لا شفت موت ولا تنيل، انا كنت مقضيها كتابة محاضر وسامع ام كلثوم.
بس اول ما شفت دنكا علمتني ان انا لسه قدامي حاجات اقدمها للبلد دي، واقدم للبوليس المصري قدراتي اللي لسه ما طلعتش. كنت بتفشر عليا يا عزوز، وانا اللي كنت فاكرك مناضل وشهيد الواجب. ماشي ماشي، طب ده بقى اولا، ايه بقى ثانيا يا سيدي؟ طلع وفضفض اللي جواك، طلع. ثانيا، انا لما خرجت وسبت الخدمه وقعدت بوسي فوق شهر اكتشفت ان الموت اهون. عندك حق. وبعدين اكتشفت كمان ان انا عايز اخدم البلد دي زيكم بالظبط، لان دبت فيا روح جديده، بس محتاج الفرصه. ارجوكم ادوني فرصه، ابو سيدك يا فاطين اديني فرصه، اديني فرصه. إيه بقى؟ خلاص بقى ملخت ايديا بقى. لا خلاص عرفنا، اديله فرصه يا عم انت كمان بقى. ماشي يا سيدي هديلك الفرصه، واعتبر الطلب اللي انت قدمته اتمضى عليه كمان، وانت دلوقتي في الخدمه. صلح عزوز افندم. بتردها لي يا عم عزوز؟ If you go away on this summer day, then you might as well take the sun away. All the birds that flew in the summer sky, and our love was new, and our hearts were high, and the day was young. لسه يا أسماء زي ما انتي تسمعي خلو. استني. أنا اللي همشي، بس كنت عايز أتكلم معاكي. فاكرة أول مرة سمعنا فيها الأغنية دي؟ كنا في الكلية في ممر جيمي اللي قدام المكتبة. لما سمعنا الأغنية دي قلتلك أنا بحبك يا أسماء، وأنتي قلتيلي أنا عايزة أشتري الشريط. الشريط ما كانش بيتباع غير في وسط البلد في شارع الشوال كام سينما مترو. نزلنا اشترينا الشريط وكلنا جيلاتي، وبعدها دخلنا سينما مترو. كان فيلم سكارفيس لألباتشينو. كان فيلم دموي، بس أنا كنت مبسوطة عشان كنت معاك. ولما خرجنا من السينما مديت ايدي في جيوبي، ما كانش معايا ولا مليم. كانت الدنيا ليلت والسما بتمطر. خدنا تاكس واديته الساعه اللي كانت حيلتي. في اليوم ده كان بابا اول مره يضربني عشان اتاخرت، بس انا ما همنيش، كنت فرحانه، كنت طايره من الفرح. دخلت اوضتي وقعدت اسمع شيخ خلي بلاسيوس كذا مرة لحد ما نمت. وأنا رحت للبيت ماشي، ما كنتش حاسس بالبرد ولا بالمية، كنت برقص تحت المطر زي جين كيلي كده. الناس كلها كانت بتشاور عليا وتقول مين المجنون ده، محدش كان حاسس إني ماسك النجوم بإيديا. ساعتها قلت مش هتجوز غيرك. وأنا خاصيت بابا عشان خاطر يقتنع بجوازنا. ما كنتش مقتنع بيك، بس انا كنت مقتنع وفي الاخر وافق. لكن قاطعني، انا بعت الدنيا كلها علشانك يا صفوت. وانا جبت لك الدنيا كلها لتحت رجليكي، لكن انت اللي سبتيها ومشيتي. انا ما كنتش عايزه الدنيا بتاعتك دي، انا كنت عايزاك انت، انت وبس. ما كانش ينفع يا اسماء، كانوا هيشوفونا فشله. كنا هنبقى فشلة في نظر أبوكي وفي نظر التانيين. هو احنا كده مش فشلة؟ لا مش فشلة يا أسماء، مش فشلة. كل اللي كانوا رافضين ارتباطنا حاسديننا دلوقتي. أنا جبت لك الدنيا كلها، الدنيا مستنياكي شاورك بس. أنا رافضة الدنيا بتاعتك دي، مش دي اللي كنت بحلم بيها. ده بحر غويط ملوش قرار، اللي ينزل فيه لازم هيغرق. اسمع، لسه بتفكري بنفس الطريقه؟ الاحلام الورديه دي ملهاش مكان في الدنيا دي، ملهاش مكان خالص. انا لو ما دوستش التانيين كنت
كنت حداس. بس كنا احنا مرتاحين وضميرنا مستريح. صفت من فضلك سيبني اخد بنتي وامشي من هنا. انت بتقولي ايه يا اسماء؟ انا بحبك وانا عارف انك بتحبيني، بس انا بحب بنتي وخايفة عليها منك. اسمع، بتخافي على بنتي مين؟ اليوم اللي بنتي هتعرف فيه حقيقتك مش هتسامحك ولا هتسامحني. متقلقيش، بنتي هتسامحني زي ما انتي هتسامحيني. انا بحبك بحبك. If you go away, as I know you must, there will be nothing left in the world to trust. صباح الخير يا زين بيه. من غير لف ولا دوران يا عادل، انت عايز تقرايه في شغلي ليه؟ انا بشوف شغل يا باشا. وشغلك برضو انك تكتب فيا تقرير؟ حبايبك كتير قوي يا زياد بيه، بس الظاهر نسيوا يقولوا لك ان انا لسه ما قدمتش التقرير. ويا ترى كتبت ايه بقى في التقرير ده؟ لما شحنه متبلغ عليها العنطر الباشا ما تنزلش المينا، يبقى اكيد في حد بلغه، مش كده؟ وطبعا عشان يبلغه اكيد راح له الريستوران بتاعه يومها الصبح. الله 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 الله، ده انت بتراقبني بقى يا عادل. ولما موظف من مؤسسه صفوه نصار يبلغ عن فساد وغسيل اموال، وانت اللي تمسك القضيه دي وبعد كده تتحفظ، ده تسميه ايه؟ كان بلاغ تافه، لا في ادله ولا مستندات. مع ان الموظف كان بياكد على وجود اوراق معاه، بس مفيش مشكله. تقدر تقول لي محمود الموظف ده فين دلوقتي؟ طب وانا ايش عرفني؟ انت مش معايا انه غريب انه يختفي من ساعتها وما يبقاش ليه اثر كده؟ اسمع يا عادل يا لطفي، ما تنساش ان انا زياد الخولي وبقى لي 15 سنه في الاداره دي وسمعتي زي البرلنت. وما تنساش كمان انك لما جيت هنا انا اللي علمتك وفهمتك الشغل بيمشي ازاي. بلاش تلعب معايا اللعبه دي، عشان ده ضد مصلحتك ومصلحتي، وفي الاخر المصلحه هي اللي بتحكم. وانا تلميذك وتربيتك يا باشا، وطالما المصلحه هي اللي بتحكم ما تدخلني معاك في المصلحه، ولا انا يعني ماليش نفس. طلباتك يا عادل ومن الاخر. نص رصيدك اللي على جنب، وما تحاولش تكذب عشان انا عارف كده. ما انا برضه ليا حبايبي يا باشا. نص رصيدي؟ نص رصيدي ده كتير عليك قوي يا عادل. ولا كتير ولا حاجه يا باشا. ما انا هسيب لك الجمل بمحمل برطح فيه براحتك، وليك عليا اول ما اخد فلوسي هاخد اجازه طويله قوي. ده انت طلعت لعيب قوي. ماشي يا عطول. اديني كام يوم كده ادبر لك المبلغ فيه. قدامك 72 ساعة. والمبلغ يكون عندي. سلام يا زياد بيه. سلام يا عادل بيه. الوسخ هيفضل وسخ. استغفر الله العظيم. صحيح، اتقي شر من احسنت اليه. لسه فاكر تسأل عليا من امبارح؟ ولا خلاص بقى خلصت خالتك من خالتي وخدت مصلحتك وشكرا بقى يا زوق. بطلي رغي بقى، انت ايه؟ اخلصي اي كلام بتقوليه وخلاص. على فكره انا كان عندي نمطشيه النهارده، بس اليوم راح عليا عشان خاطرك اهو. هبقى اديهولك يا ستي. وحشتني. طب يلا امشي. ايه ده؟ امال فين عربيتك؟ انت بعتها ولا ايه؟ مع فوزي التركي. هو ايه النقطه دي؟ وهو ياخدها ليه يعني؟ هو كان فقير ولا فقير؟ ما يروح يشتري له عربيه سياسي الحلاني ولا سمير صبري بتاعك ده. بس بقى يا دنيا، بس بقى، انت ايه؟ طب وحشتني. طب يلا امشي بقى. طب يلا تعالى ناخد تاكسي عشان الحق اعمل لك البلاميطه انت وتوحه. لا اجلي موضوع البلاميطه ده، احنا هناكل بره النهارده، وبعدين انا مستاذن من عم فتحي ان انا اعدي عليك واوصلك. يلا بقى بينا. طب بقول لك ايه يا ميشو، احنا نروح ناكل عند النتن بتاع السندوتشات وبعد كده تاكلني جيلاتي. النتن وجيلاتي؟ بقول لك يا دنيا، انت تسمعي الكلام وتخلصي خالص. ماشي، وانا اللي هختار. ماشي. ماشي، وحشتني قوي. ماشي ماشي، بس وحشتني. طب يلا. حلو قوي المكان ده يا ميشو، وباين عليه كمان ان اكله حلو. انت متعود تيجي هنا ولا دي اول مره؟ لا بس كنت بعدي كتير قوي من قدام المحل ده والاقي العربيات الفخمه بره.
عمري يا دنيا ما لقيت واحد كده ابن حلال غلبان زينا كده واقف حتى يشم شويه هوا. عشان كده بقى كان نفسي ادخل المحل ده واحط رجل على رجل كده زي البهوات واكل زيهم. بالهنا والشفا يا فندم. استنى استنى يا اخويا، انت عمال رايح جاي رايح جاي ترصصنا في الاطباق وعايز تسيبنا وتمشي كده من غير ما تفهمنا ايه ده؟ ده ميكس سلطه مع الجبنه بارميزان. نعم. طب وايه دي؟ دي سلطه البطاطس حضرتك. طب سلطه حلاوه الميزان وعديتها لك، انما بقى سلطه البطاطس انت فاكرنا وقع ولا ايه؟ هو في حاجه اسمها سلطه البطاطس؟ يا دنيا دنيا استهدي بالله كده بقى واحده واحده. لما اوزع يا باشا، ايه ده بقى؟ ده حذاء الدجاج بالكريمه وده حذاء المشروم. حذاء؟ انت هتاكلنا جزمه؟ ما تحط لنا احسن فرده شبشب بصباعك. حضرتك هو اسمه كده، قصدي شوربه. شوربه؟ طب ما تقول يعني شوربه، ولا انت يعني لو كنت قلت شوربه كان لسانك هيوجعك ولا هيقف في زورك كده؟ طب فهمنا، ايه ده بقى كمان؟ ده سمبوكس لحم، وده سمبوكس جبنه، وده سكالوب بانيه، وده فليه بقري، وده اوزي ضاني، وده اوزي بتلو. حلو قوي. فين بقى اللحمه اللي انا طلبتها؟ ما حضرتك اللي انا قلت عليه ده كله لحمه. يعني ناكل من اي حاجه هنا على ضمانتك؟ بنا باتيه يا فندم. لا لحمه. بالهنا والشفا يا فندم. شكرا حبيبي. طير يا حمام انت. نعم على بركه الله. ياخد الطفايه دي. يلا يلا بقى يا دنيا. بسم الله. بس انت طلبت اكل كتير قوي يا ميش، وانا ماليش نفس. يا ستي كلي على قد نفسك. يلا بقى بالهنا والشفا. بس خلاص كفايه يا دنيا، كفايه يا حبيبتي، كفايه. الحمد لله. بدوم يا ميش. بالهنا والشفا. لا بس فعلا يعني الاطباق اهي، يعني فعلا يعني مالكيش نفس. اه والله. يا متر لو سمحت الحساب يا ابني. اتفضل يا فندم. ايه ده؟ كام يعني؟ 2680 جنيه يا فندم. نعم يا اخويا. يا لهوي انت عارف يا ميشو، لو كنت سبتني على الراجل دون انا كنت اكلته بسناني. وتاكليه ليه يا دنيا انت بعد ده كله يعني وما شبعتيش؟ ما هو طفحوني اهو. قال 2680. قال جاته 2680 عفريت لما ينططوه فوق كده هوك ينزل على جدر رقبته كده هوك. طب اسمعيني بقى يا دنيا، امسكي. ايه دي؟ دي علشاني؟ اه علشانك. بس دي غاليه قوي يا ميشو. مفيش حاجه تغلى عليك يا دنيا. امسكي دول كمان. ايه دول؟ دول حقك علشان انت طلعتي جدعه في اللي انا طلبته منك، وده حقك. وحياه المصحف ما هاخد حاجه يا ميشو، انا عملت كده عشان انت قلت لي ان ده في مصلحتك. ايوه بس دول حقك، هتمسكي بقى ولا اديكي في وشك؟ ميشو وحياه النبي ما تضيع اللحظه الحلوه اللي انا عايشاها دي. انت مش عارف انا قلبي عامل ازاي دلوقتي. عامل ازاي دلوقتي؟ عامل كده هو. ميشو وحياه النبي انت بتحبني صح؟ بتسكتي بقى يا بنت. طب انا عايزه زغرط. زغرطي؟ او النبي اديني فرصتي بقى. طب ده انا امي الله يرحمها كانت دايما تقولي ان الزغرطه دي نصر الفرح. عارف يا ميشو انا اصلي لو زغرطت هرتاح، الزغرطه هتطلع كده قلبي هيرتاح كده. ما انا اصلي قلبي مش مستحمل الفرحه اللي هو فيها دي كلها. زغرطي زغرطي يا دنيا. زغرط. فطين في العزوز اللي انا قلته اتنفس بالحرف الواحد، اهم حاجه نبقى حزينين كويس قوي. ما تخافش يا نضال باشا، تقدم انت بس واحنا وراءك، القانون دايما في الامام، احنا الحزران والخبسانه كلها. ايوه بس اخلص اخلص. الناس اللي في البلد دي بيشموا الغريب ويطلعوه من وسط الف. يا نهار ابيض، ده في ناس مسلحين اهم، تعمل ايه؟ الف وارجع تاني. ولا بس اهدى اهدى، اتعامل بشكل اهدى من كده. ما انا كده هادي، انا كده هادي، انا هرجع، انا عايز اروح. تروح ايه؟ ولاعب عيال ولا ايه؟ وبعدين ايه الكلام انت قاعد تقوله؟ لا اخش اخش على طول. قعدت تقول حزرانه وخبسانه. ماشي ماشي. على فين؟ جايين البلد دي لمين؟ ما تنطق انت وهو جايين لمين؟ ايوه حاضر يا معزوز، ما تنطق انطق. ايش معنى حاضر؟ شوف حضرتك احنا جايين عشان البتاع اللي هو اللي كان. هتنطقوا ولا خلص عليكم؟ لا لا احنا جايين يعني، بس ثلاثة بالله العظيم احنا نيتنا خير. جايين للفران؟ ايوه احنا جايين للفران. وهتاخدوا قد ايه؟ يعني بجد 5 جنيه فينو على شويه بوكسومات، ولو في فطير ماشي يعني بس يكون سخن. ضحكتني. هتاخدوا قد ايه حشيش؟ حشيش؟
هو الفران؟ ايوه هناخد كتير يا بلدينا، بس نشوف الصنف الاول يعني. ايوه هناخد كتير يعني سجرتين، عشان الواد الراجل ده ما بيدخنش. طب يلا ارموا نقطكم عشان تاخدوا كلمة السر، عشان لو في حد وقفكم على الطريق تاني ولا حاجة. كام يعني النقود ده؟ 1000 جنيه. كتير يا بلدي، هاوت في السعر يمكن ناخد كلمتين ثلاثة الله يخليك. ايه وبعدين احنا محشاشاتيه كبار يعني، اللي جري ده محشاشات مش انت محشاشات. شفت البلغم؟ اديله خد يا عم عزوز. هم دول متعلمين؟ ايوه هم اديهم له. خد اديله. مصمم يعني 1000 جنيه؟ خد يا سيدي. افتح لهم الطريق. استنى يا عم استنى، ايه حلوه نفس لونك ده؟ ايه هي كلمه السر؟ طف في وشي. ايه ده يا جزبه يا ابن الجزبه، هخلص عليك. ايه يا عم ايه، مش انت اللي قلت طف في وشي؟ دي كلمه السر يا بهيمه. ايه كلمه سر طف في وشي؟ طب ما تشوف لنا كلمه سر حلوه كده من اللي بيطلع للحبايب، اللي بيطلع للحبايب. يلا خلص وامشي قبل ما اخلص عليكم. خلاص يا عم خلاص. يلا اطلع. السلام عليكم. ايه يا توح؟ ده رابع دش تجيبه، ما تقفل المحبس ده شويه حرام عليك. وانتوا يا ابني ليكوا في الطاوله ولا هتعرفوا تلعبوا طاوله؟ انتوا جيل بايظ، خليكوا انتوا في بلاي ستيشن بتاعكم ده. ستيشن؟ طب يا كبير المره الجايه جيبك البلاي ستيشن ووري نفسك بقى يا توح. مساء الفل عم فتحي. مساء الفل يا ليشو. ازيك يا توح؟ حبيبي يا كبير. انت ايه يا توح اللي مقعدك مع الولا اللي عامل لنا فيها كاظم الكوره؟ سلامتك من لو النبي عجبتك قوي هي كلها بقت بتضحك. ايه يا ست ماجده الرومي؟ لا يا منحل بتضحك، فهي بتضحك قوي يا حلو. انت يوم يوم غمضت عين. انت هترد ولا شكلك بتنام بدري؟ في يا ترك هي تديهم لك وتفوق عليا انا بقى ولا ايه؟ لا انتوا مالكمش كبير لما تقول حاجه عم فتحي. مفيش حاجه يا تركي، بتهزر معاك يا اخي. والله العظيم ده وحياه امي عشان خاطرك انت بس يا توح. امسك بقى عم فتحي كلك لقمه. ده كباب وكفته. يخرب بيت فاستك، انت كمان جاي على العشاء؟ وانت مالك؟ انت مالك؟ توح صاحبي حبيبي هيعشيني معاه. تركي تعالى تعالى، سيبك بقى منه وتعالى. قول لي تعالى عملت لي ايه؟ عيب لما تسال تركي سؤال زي ده. خش الاوضه جوه روشتك، جبت لك كام طقم ماك ديمون على نيكول سكيتش على رامز جلال، ظبطتك. مع اني ما اعرفش ولا واحد فيهم دولت، بس مش هينفع اقيس بقى الواحد يتعامل معايا. طب وكيف وقفت يا عم؟ هظبطك بعدين تعالى بقى. رايحين على فين؟ هو انت مالك بلبس سعاد حسني اللي انت لابساه ده؟ خليكي في حالك. خلاص خلاص يا دنيا، في ايه؟ يلا بقى يا ترك شيل ده من دايرتك، ده عندوي فوتي بره. مش بقدر مش بقدر. شيل ده من دايرتك، ده عندك. طب افوت ازاي بنفس الرجل الوطواط اللي هو لابسه ده؟ يلا بسم الله يا قمر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عم عزوز سايق عليك النبي، انت متاكد ان ده بيت دهشوري؟ يا عم الا متاكد وانا هتوه عنه. هو ده البيت ال15 اللي تقول لي الا متاكد وانا هتوه عنه تطلع بالتوه في الاخر؟ يا عم ال14 ده قبل كده كنت بختبرك، وبعدين ده بقى اللي انا متاكد منه. انت ناسي ان خالي دقرم هو كبير الليله دي؟ دقرم؟ وانت خالك اسمه دقرم؟ اسمه دقرم، ماله دقرم؟ طب انت دلوقتي يبقى اقول لهم بس ان خالي دقرم شوف ركابه ما هتقبض في بعض ازاي. طب وانا اقول لهم انا خالي دقرم ليه انا؟ مش خالك انت اللي دقرم، خال انا اللي دقرم. اقول لكم انتوا الاثنين، انت خالك دقرم؟ لا ما هو بيقول لي ادخل وقول لهم خالك دقرم. يا عم خال انا، انت خالك دقرم. بس 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 لا دقرم ولا بقرم، خش خبط واخلص. ماشي بس مش هقول لهم خالي دقرم انا. خلاص خش. مش خلان انا بقرم. مين العمار؟ هيكون مين يعني يا دهشور الحلو؟ احنا انتوا مين؟ احنا جايين لك من طرف الرئيس درغام بتاع الجزيره. الرئيس درغام؟ ايوه يا اخوي الرئيس درغام، بأمارة الجحش والحمار وبقيه البهايم اللي عنديه. ها دهشور يا حلو. ايوه اهلا وسهلا، اتفضلوا. يا مرحب يا مرحب. ايوه عم دهشور يعني اتفضل. امال انت فاكرنا ما هنتفضلش ولا ايه؟ يا دهشور يا حلو. ازيك يا معلم دهشور يا حلو؟ ازيك يا عم دهشور يا حلو؟ بقول لك ايه يا معلم؟ كنا عايزين نقعد معاك لوحدينا يعني عشان في موضوع مهم. ايوه موضوع مهم قوي يا دهشور يا حلو. انا ما خبرش حاجه بيه. دهشور انت بتكلم ضابط بوليس. انا عايز اعرف معلومه واحده بس، عربيتك النقل لما بتنزل الجزيره بتبقى فاضيه، بتروح عند درغام في المصنع القديم هناك بتختفي، بعد كام يوم بتظهر تاني. انت انت يا دهشور خلص نفسك. انت انت يا دهشور يا حلو.
وقول للجماعه بتوعك يحضروا لنا لقمه، هنموت من الجوع جايين على سفر. انا ما خبرش حاجه يا ريح. بتحمل مخدرات مش كده يا دشوري؟ برضه ما خبرش. يا عم ايه اللي ما خبرش؟ ما خبرش. بقول لك ايه، ده انا وش اتملى لفاف عشان نوصل لك انت. ما خبرش حاجه يا بيه. خلاص خلاص يا رجاله، احنا هناخده على اسمه وهناك انا اعرف نخليه يتكلم كويس قوي. هتقوم تعالى، ده انت هتتكهرب وهتتروق. اعترف احسن لك. ما خبرش. في ايه اللي بيحصل عندك يا دهشوري؟ مين ده؟ دي مرات يا بيه. انت متجوز راجل؟ يا دهشوري في ايه اللي بيحصل عندك؟ اي حركه من اللي بره هموتهولك. يا لهوي، غتونا يا عالم، غتونا يا ناس حراميه. تعالى يا مشمش، تعالى بقى وري توح جمالك وحلاوتك بعد النيولوك. ها توح، ايه رايك في ذوق التركي؟ الله، مبروكين عليك يا ميشا. وانت يا دنيا ايه رايك؟ انت بتكلم ليه؟ دنيا بقى لها اسبوع في اللالا لاند. يا نهار اسود، الشاي اللي كنا بنشربه وقع كله على الارض. حلو. عريس ان شاء الله. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. مين؟ زياد الخولي. طب رد عليه وشوفه عايز ايه. باشا، لسه كنت في سيرتك بالخير. أمرني دلوقتي؟ أيوة يا خباق. فين يا باشا؟ حاضر، مع السلامة. عايز إيه ترك؟ عايزنا نروح له دلوقتي حالا. وما قالكش ليه؟ معرفش، بس هو أكد عليا ما نتأخرش. مصيبة مصيبة لا يكون شامة خبر بعمية الخاتم ويبقى عايز يقلبنا. تقلقش، برضه هنروح له يا تركي وهنشتري منه. اللي يدخل العزبة دي لازما ولابد ياخد القسط من الكبير الأول. ياكش فاكرينها سايبة. يا عم ياكش ولا حاجة يا عم، انت فرحان بشنبك مكان عندنا شنبات من خمس دقايق. وبعدين مدام يعني انت مش مصدق ان حضرة الضابط نضال ده ضابط بحقه حقيقي، خد بقى التقيلة اللي هتخلي ركابكم كلكم كده تخبط في بعضيها. استنى بس يا فاطين، اهدى شوية. ما استناش يا حضرة الضابط، لازم كلهم يعرفوا حقيقتنا. يا عم اهدى، اهدى شوية. ما اهداش يا عم عزوز، ما اهداش. عايز تقول ايه يا ولد انت؟ وقف. اولا انا مش ولد، قصدي انا فاطين علي حسين الجرح المحامي وعضو نقابة محترم. ثانيا عم عزوز اللي قاعد ده يبقى حماية، وعم عزوز ده بقى خلانه كبارات العزبة دي كلاتها. ها؟ وخاله بقى ده بالأخص اللي كان بينايمكم كلاتكم من المغرب يبقى الدقرة. الله يخرب بيتك يا فطير، انت عزوز الله يخرب بيوتك. ايه يا عم انت في ايه يا عم؟ وانا بقول نكتة ولا ايه؟ ايوه نكتة، لان الدقرم اللي هتقول عليه ده بيسلح بالأراجوز في الموالد. أراجوز؟ أراجوز يا عم عزوز؟ فيها إيه؟ الله، مش بياكل لقمته بعرق جبينه؟ اتأكد. أيوة يا كبير، ظابط في الجزيرة. على العموم حصل خير يا حظابط. واللي ما يعرفك يشلف. ما تاخدش في بالك، مصارين البطن بتتخانق يعني. في إيه؟ بيكلمني أنا. حصل خير يا كبير ولا يهمك. وانت لو كنت صح كنت جيتلي وكنت جريتك على اللي انت عايز تعرفه بدل اللفلفه وانصاص الليالي. على العموم حصل خير، وعشان اكون معاك صح هنوصلوكم لحد اول البلد، لحد هناك ومالي الصالح، وده واجب مني ليك انت والراجل الطيب اللي هناك ده. ايه ده؟ طب وانا اخرج. انا واقع في ورطه، انتوا اللي هتخلصوا.